الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم. ومن المسائل أيضا، ما الحكم لو نم أو اغتاب المعتكف حال اعتكافه؟ هل الغيبة والنميمة والكذب والسب والفحش واللعن إذا صدر من المعتكف يبطل اعتكافه؟ الجواب: المتقرر عند العلماء أن كل عبادة انعقدت بالدليل فلا يجوز الحكم عليها بالبطلان إلا بدليل، ومن ذلك الاعتكاف، فإن مفسدات ومبطلات الاعتكاف توقيفية على النص، فلا حق لأحد أن يبطل اعتكاف أحد إلا بدليل، ولا نعلم دليلا يدل على بطلان الاعتكاف بقولة السوء غيبة كانت أو نميمة أو كذبا أو لعنا أو سبا أو قول فحش، ولكن لا جرم أن هذه الأقوال المحرمة تؤثر على ماذا؟ تؤثر على أجره وكمال ثواب اعتكافه. فالكبائر من الغيبة والنميمة والكذب لا تبطل الاعتكاف، ولكنها تنقص أجره وثوابه.